Need for Speed. من أقوى ألعاب السيارات التي لم يمسسها الغبار طوال عقود، والنسخة الجديدة حسب التسريبات راح تكون أضخم مما نتخيل. اللعبة من تطوير الاستوديو الحالي كريتريون التابع بتعاون مع الاي اي، ولأن الشركة أخرت موعد الإطلاق بسبب الضغط من الدايس لمساندة وتطوير وإصدار لعبة باتلفيلد 2042. حسب موقع إكسبيوتر، النسخة القادمة ستحمل اسم Need for Speed Inbound، وسيتم التأكيد مع منتصف جويلية. التقرير أشار أن الأستوديو اعتمد على رسومات بصرية جديدة ومؤثرات كرتونية عصرية. مثلا كي تقلع المركبة راح ينطلق النار والدخان حول السيارة بسلو موشن. وكمبادرة جديدة يوجد مسارات سباق راح تحتوي على تقاطع طرقات مع سكة قطار، ومسار من الضروري التوقف لإكمال السباق. ومع كل هذه التسريبات تبقى تحت غطاء الإشاعات حتى تأكيد من المصادر المذكورة. وش رأيكم؟